مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في، وبدي اقول هلا عاصفه يلي نحن فيها هلا والعاصفه اللي جايه اسبوع المقبل هي يمكن بهذا الوقت طبيعيه، ولكن اللي مش طبيعي هو غياب الصيانه من 5 سنوات، وبالتالي العمار البناء العشوائي وكميات الامطار الغزيره يلي عم تهطل بشكل كتير سريع، كلها امور عم بتاثر على البنى التحتيه، عم بتاثر على الطرقات، على البساتين، وفي اماكن صارت مثل نقاط سوداء كل سنه عم تتجدد. ما بعرف قديش الناس بدها تحمل، لأنه اليوم السلامة المرورية بخطر وسلامة المواطنين إن كانت بمعظم الأماكن بخطر. كلنا تابعنا طريق ظهر البيدر ترشيش، وأيضا كفرتاي المتن ووادي شحرور، اليوم سر جبال، يعني إغفال طريق بالضنية، يعني كل شوي عم يوصلنا خبر عن انزلاقات معينة، لأنه الظاهر هالأسبوع والأسبوع المقبل أكبر خطر من هالطقس هو الانزلاقات، انزلاقات التربة، والانتباه على الطرقات. طبعا نحن اليوم رح نضوي على البعض منها، عم نشوف شو هي الحلول، عم نشوف شو هي الأسباب. رح بلش بروبورتاج نحن زرنا بلدة كفرتاي المتن نهار الثلاثة، ولكن اليوم صباحا زادت الأضرار. رح نشوف سوا شو صاير بالمنطقة بهالروبورتاج. نحن هالانزلاقات عم تحصل بمنطقة بكفرتاي بناء على تقارير سابقة وحالية من خبراء جيولوجيين. نحن على طبقة دلغانية، هالطبقة الدلغانية غمقة مش معروف قدها، 20 متر 25 متر 30 متر تحت الأرض، بس تتشبع هالتربة مي بتصير مثل الصابون وبتمشي. نحن عم نتعرض لانزلاقات بهالموقع هذا بالذات، من راس كفرتاي لكعب النهر اللي موجود فيه السد بقعاته، لأكثر من انزلاق. صار عنا انزلاق بوسط البيعة، صار عنا انزلاق بقعر السد، وهلأ اليوم عنا الانزلاق اللي حاصل عنا بالمنطقة. هالانزلاق حصل ليلة السبت، ليلة الطوافين اللي حصلت، وصار هالتشقق بالأرض وانخسفت الأرض بمحلات متر ونص ومترين، نزلت عن المستوى اللي كانت فيه طبيعة. واللي ساهم أكثر بهالموضوع هذا هو شبكة مياه الجوزات اللي تفجرت أسطرها، وكان فيها كمية ضغط مي مخيفة بقيت لطلوع الضوء. لطلوع الضوء تعرفوا الأهالي أنه في مي غريبة عم تتفجر، ومع مية الشتاء تقطعوا المي. نتفاجأ أنه الطريق الأساسية أشطت عن مستواها شي متر ونص مترين، وصارت التشققات وصارت الانهيارات بفوق الطريق وتحت الطريق، ما أدى للأضرار اللي صورناهم اليوم. طلب مني من المدعي العام المالي كلف مهندس مدني، وطلب مني كلف خبير جيولوجي. بمعرفتي أنا بدكتور سمير زعطيتي كخبير جيولوجي، طلعوا هو ومهندس مدني راشد سركيس. سمير عمل تقرير وعطانا اياه، وعم ضميته للمحضر المحفر بس كنت. استاذ راشد سركيس رح يبعت لي التقرير تبعه باقرب وقت منه. اللي عم يحكوا انه شو ما عملنا من حيطان وشو ما عملنا من تحصين، ما ممكن نهدي هالتربه الرخوه الا ما نحاول نسحب المي الجوفيه اللي موجوده فيها لبرا، تضل التربه ما تتشبع مي الا مي الشتاء الخفيفه. تقديره ما بعرف كتير، لأنه في عنا حيطان دعم، في عنا تدعيم، في كتير أشياء، مش قصة إنه إعادة الطريق على مجراها. حتى إعادة الطريق على مجراها التقل اللي بده يحصل إذا ما كانش فيها تدعيم من فوق ومن تحت، ما ممكن إنه نعيش. وأكتر من هيك بتمنى من كل قلبي، وأنا رح اتصل هلأ بمدير عام مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان أستاذ جان جبران، تقول له إنه هيدي رابع مرة بتطلع مصلحة المي تتصلح هالأسطر اللي انفجر كذا مطرح. طلعوا بنص الجمعة الماضية، طلعوا نهار الأحد، طلعوا الجمعة وطلعوا الأحد، واليوم الصبح الوقت اللي كنا عم نصور هونيك بلحظة انفجر الأسطر وعاد طلع كمية مي وموجودة. وقت اللي كانوا عم بيمدوا هالأسطر
تمنيتهم وما رح سمي أسماء، وكان المسؤول من عنا من هون بالمنطقة ترجيتهم أنه يا عمي هالأساطر هاي أساطر زراعية، مش أساطر بتحمل هالقد ضغط مي وبارتفاع لنبع الجوزات 500 متر عن الموقع اللي نحن موجودين فيه. ضغط المي من 500 متر لهون بدو أساطر مواصفات غير المواصفات اللي موجودة. طمون وحملوا حيلهم ومشوا. ونحن من وقت من 10 سنين لليوم بتنبع ساعة بتنفجر هون ساعة بتنفجر هون ساعة بتنفجر هون، والمشكل انه بتنفجر بفترة الشتاء لانه بكبولنا ضغط مي مخيف على هاي الأساطر ما بتحمل ضغط، والحمد لله بأيار بيقطعوا المي كليا وبنقعد كل الصيفية نختلف نحن وياهم بالمنشأ. لحديت هالدقيقة بدي أشكر أستاذ رازي الحاج لأنه هو اللي عم يتواصل معي أكثر شيء، وبدي أشكر أستاذ إلياس حنكاش كمان قدر الإمكان عم بيحاولوا يفتحوا لنا مجال، إن كان مع وكالة غوص الوكالة العليا للإغاثة وإن كان مع وزارة الأشغال. كمان بدي أشكر سعادة القائم مقام بالإنابة الأنسي مرلان حداد لأنه عطول على تواصل معي وكتير مكترسة بالموضوع وعم تهتم بالوضع اللي نحن موجودين فيه. وبدي أذكر شغلة طلبت مني سعادة القائم مقام إنه نحكي مع الأهالي اللي موجودين ضمن هالإنزلاء هيدا لأنه وجودهم ببيوتهم بشكل خطر، طلبت مني إخلاءهم. نحن كبلدية تواصلنا نحن وياهم، بس اللي عم يحصل انه هالقاعدين بالبيوت هن جماعة كبار بالعمر ومن الصعب بمحله يعني نقدر نشيلهم من بيوتهم، وكمان اذا بدهم يطلعوا من البيت عم يطلبوا انه يا اخي وين بدنا نروح نحن ومين بده يأمن لنا السكن البديل. نحن بهالوضع هيدا نتمنى انه من كل المسؤولين ومن كل هذا يعرفوا نحن بأي واقع نحن موجودين فيه وقدر الامكان نشوف كيف نطلع من الكارثة اللي موجودين فيه. بدي أتشكر محطة الانتفاع على هالالتفاتة الإيجابية اللي قصتنا فيها اليوم، وكنت بتمنى على كل الوزارات المسؤولة عن هالموضوع هذا يكون في عندها أقله علم باللي عم يحصل عنا. بدي أتشكر وزير الأشغال بعت مهندس واطلع على الأضرار اللي موجودة، ماني عارف كانوا وصل التقرير للوزارة أو بعد. الخبير الجيولوجي سمير زغطيتي يعطيك العافية. أهلين. طلعت على كفرتاي مش أول مرة، وبفتكر مع المهندس راشد سركيس الموجود معي باستوديو بحييك كمان، بس معك بدي أسأل ليس فقط بالنسبة لكفرتاي، بالنسبة لبقية الانزلاقات اللي عم بتحذروا منها لأنه عم بتروحوا تكشفوا وعم بتحذروا من انزلاقات على الطرقات والتربة بكفرتاي هي لأنه أرض الغنية وكل سنة عم بيكون في انهيار، خبرنا شوي عن طبيعة الأرض وليه هالمرة كل ما شتت الدنيا عم بيصير في انهيارات. أوكي، خليني مرق ملاحظة بس قبل على المقدمة اللي حطيتيها. نعم. يعني في كتير ناس عم بيقولوا عم يعزوا سبب الانهيارات والانزلاقات لعدم الصيانة ولغزارة الأمطار. نعم. هذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح لأنه قبل كانوا يعملوا صيانة، كل سنة بيعملوا صيانة طريق دار البيضاء، يعني إلى ميزانية وما مش الحال. الخطأ الكبير هو في البنية التحتية، هو بعدم معرفة كيف تتعاملون مع الأرض. هذه الأرض طبيعتها مثل ما شفتي بكفرتاي، كفرتاي مثل نموذج للنكبة الكبيرة لأنه موجودة كلها على تلة رملية صلصالية. هذا الصلصال ما في، يعني بس يكون ناشف فيك تعمري فوقه كذا، بس يجي عليه مي بينتفخ بيزيد حجمه وبيصير مثل وحول متحركة. هالشي شفناه بشكل رهيب بكفرتاي، شفناه حاطين الطريق بوجه مجرى شتوي. طيب شو عمل الوحل؟ اجت نزلت من تحت للزفت وخرقت فراغ كتير كبير، ما رأيت وزدت رجعت على الوادي مشيت بطريقها.
يعني هون الشغل عم يصير عم يحطوا عوائق بوجه الطبيعة. يا عمي امشوا مع الطبيعة واكسبوا. نعم هيدي الطبقة ستنا اللي شفناها بالكورتاي واللي عملت بالهيدا موجودة بالجبع، شفناها بيرنيل، يرنيل كمان عملت مشاكل كبيرة، شفناها على طريق الجاهلية. هيدي الطبقة الخطرة عندما نقوم بأعمال هندسية، وهون الاستشاري سركيس المهندس البطل اللي عم يواكبنا وصديق الجيولوجيا وصديق الجيولوجيا اللي أنا بحييه وبحيي جهوده، يعني طلعنا أنا عم بحكي جيولوجيا عم بفسر عم بقول ليش عم بيصير هذا الكلام، هو عم بيحكي هندسي كيف فينا نصلح كيف فينا نعمل. وهون عبر منبري تسمحي لي بدي وجه كلمة لمعالي وزير الأشغال بكل محبة، أنا قاعد بحبهم دكتور مهدي عنصر معي، هو خليني روح أتخصص بهيدا الاختصاص. راشد بعلبكي ما بده يعني شو اسمه، يا ريت تحط خط معاليك ونبلش صفحه جديده، نحاول نشتغل ونلاقي حلول علميه لهيدي المشاكل اللي عم تصير. القصه مش بس قصه مصاري، القصه مش بس انه غزاره امطار، القصه في شغل من الاساس معمول منه مستكمل الشروط، في دراسات كانت مفروض تصير جيولوجيه، مفروض ان عمل يشاف قديش جزء الامطار على المطر، قديش هذا المجرى الوادي مجرى الشتي، انا ما بيجي يعني بدي اعالجه قبل ما احط الطريق بنصه. يعني في كثير شغلات بكل محبه انا بتمنى عليك تحط خط مثل ما قلنا، وانا وكمان باسم زميلي المهندس راشد سبيل نحن بخدمتك، بس ما تدفعونا من جيبتنا الارض وبتعرفوا الوضع. انا بدي اشكرك طبعا الخبير في علم الجيولوجيا سمير زغطيتي اللي دائما حاضر على الارض يعني، ودائما هيك عم بينورنا من خلال خبرته ومعلوماته، وشكرا لك. ومثل ما قلت كلنا بدنا نوجه نداء لمعالي وزير الاشغال يلي اليوم عم بيقول عم يحكي عن الكلفه، وعم بيقول انه نحن من 5 سنين ما عملنا صيانه. الصيانة مثل ما قلت مهمة، ولكن الأهم الإشراف على كل أعمال بنى تحتية عم بتصير أو بنى أو غيره، ما كله كمان بيلحق بعضه. شكرا لك المهندس راشد سركيس كمهندس مدني استشاري وطبعا رئيس جمعية موبيليتي فور لبنان. بعرف قديش بتهتم كنت بالسلامة المرورية بسلامة البناء، ولكن هذه المرة يعني منيح اللي قدرت جيت على الاستوديو، لأنه ما في انهيار صار بالبلد إلا ما أنت والأستاذ سمير كنتوا على الأرض عم تعمل تقارير. منسينا انهيار المنصورية، خبرنا شوي عن الحلول. طب من وين لازم نبلش؟ إذا عم بقول أستاذ سمير لازم نحط خط ساخن مع وزارة الأشغال حتى نبلش نشتغل صح، كيف لازم نشتغل صح؟ أول شيء بونجور، بنحيي المشاهدين الكرام وكل اللي عم بيشاركوا بهالحلقة. أنا على طول بروح على نقطة الصفر، بعرفها وين. نقطة الصفر هي المواطن اللبناني بده يعمل معروف، يسمع ويقشع، معلش ويمكن ما يحكي لأن احنا عارفين كل القصة. بده يسمع بس البلدية تقله يخلي بيته، يعني عم نشيل عنه الخطر، لأنه بهاي الشغلة مثلا بناية المنصورية نذكر أنه البلدية كان لازم تجي تشحطنا، عم نروح نطلب من الناس مش شحط، عم نترجيهم يا جماعة في خطر على حياتكم، عملوا معروف فلوا شوي تنكون قطعنا المرحلة، ما حدا ما بنقدر نتحمل بقى يموت حدا. أول شغلة. تاني شغلة بدون يقشعوا، في مصايب صارت قدامنا، مش عم نحكي بشغلة وهمية. إذا مع السمع والقشع ما حدا عم يفهم يتعاون، هاي مشكلة كبيرة، هيدي تنقول عن الناس بس شاطريني عنه وينقوا. شغلة التانية اللي عم بعمل معركة كتير كبيرة فيها هي قصة الفعل وردة الفعل. هيدي نقطة الصفر تبعنا، الفعل وردة الفعل. اليوم كل الشغل اللي عم بيصير بالبلد ردة فعل، يعني بده ينفجر أسطر منروح بنصلح الأسطر، خيب بس هذا الأسطر من أساسه معمول مزبوط ولا لا، الفعل كان معمول مزبوط ولا لا. ردة الفعل انكسر، فرجونا صورة عن ظهر البيضة. أنا ما عم بطلع بالتربة، كنت عم بطلع بحيطان البطون. أول شيء هذا المرد العلو متر ومتر وعشرين ومتر ونص بنهر بظهر البيضة، ظهر البيضة اللي إيش كل الحديد تبعه، هذا مين منفذه؟ هذا تحت التلج مش هيك بيتنفس، في مواصفات، في شروط فنية، في شغل
ما بكفي يقولوا لي ارقام. المشكله هيديك المره بندري بوين كنت قلت لهم كل شيء بلبنان بدنا نسعره بمصاري. هذا ظهر البايدر اللي عم نشوفه. لما هيدا هيدا الحيط هيدا هيدا حيط بيتون ارمي. مين منفذه هيدا؟ يجيبوا لي الملف تبعه، مين لزم، مين الاستشاري، ومين المشرف، ومين النفذ. ما بقى نروح نصلح حوض الاشياء، نروح نجيب اللي عملوهن يرجعوا هن يصلحون بشروط جديدة. بدنا نحط الشروط المضبوطة. لأن لما بينعمل مشروع تلزيم في مشرف، وما بتستلم الدولة إلا ما تكون أكيد. إيه بس هون شو اللي صار؟ اللي بيصير كل الشغل بالعربي المشبرح مصاري. وهيدا كمان الشغل ما بقى له قيمة. الشغل في قيمة بس للمصاري، بس الشغل مين اللي بيحاسب عليه؟ مشان هيك أنا بطرح عطول وعندي خطة، لازم يكون عندنا وزارة متخصصة بالملكية العامة، هي بتملك الملك العام. وزارة الأشغال وزارة أشغال، مش هي لازم تملك. لازم وزارة الأشغال نرجع نعيد هيكليتها، ولازم نخلق وزارة جديدة هي تكون وزارة الملكية العامة، هي عندها بتدافع عن الملكية العامة بشراسة. ممنوع حدا يتعدى على الملكية العامة. ساعة نهر بفوتوه بيطلعوه، ساعة بيعمر بالنهر، ساعة بيعمر بالطريق، ساعة بيفوت مدري شو، ساعة بيكسر طرف الطريق وبيفل بيهرب، ساعة شو هالحكي هيدا. وبعد أكتر طيب انا بروح بيجبرني اعمل معاينه ميكانيكيه، هيدا كمان ظهر البايدر. بس عم نفرجي بعدين بس شو هيدا؟ هيدا يعني في دنيا عم تزحل، عم تزحل تيصير هيك فسخ. مش حتى متوقع يعني لا سمح الله، يعني عم ينقال انه خلي اذا مع هيدي الموجه الجديده ممكن تقفل نهائيا هي وترشيش تصرفية تلفزيون، والبقاع بيكون معزول. اتصلوا في تلفزيون لبنان تنحكي شيء عن ظهر البايدر. قلت له انا ما في احكي عن شيء ما زلته، بدي اطلع زور الموقع. مثل ما قلت مش عم نلحق، انه بدي اطلع زور الموقع تشوف مزبوط شو فيه، وانا بدي اقرر شو عن شو بدي احكي، لانه في اشياء مش مقبوله بقى. لازم نبلش نروح على نقطه الصفر ونقلع من هون. نحن صار في لقاء تشاوري على نوع من public hearing بنقابة المهندسين مع مجموعة وفريق البنك الدولي اللي عم ينفذوا مشروع ب 200 مليون دولار. صحيح. كلنا عم نتدينون الشعب اللبناني تنفذ طرقات بلبنان. صحيح. طيب بس وصل وقت الأسئلة، كان ما بدهم ياني أسأل، فطلبوا مني أدير الجلسة. وأنا هلأني بدي أقول على الإعلام، ما بيصير ما تخلوا اللي مختص يسأل حتى تخبوا شيء. أنا هلأني بتهمهم جميعا، مجلس الأمع والأمار وكل المعنيين بهذه الخبرية، في إشياء ما بدهم يكشفوها للرأي العام، أنا بدي أكشفها. طلبنا منهم أوكي بدير الجلسة بشرط اجتماع مع الخبراء باجتماع خاص تنوضح لهم نحن شو عنا هواجس. وبعده لا الاجتماع ما صار. فكل الغلط الموجود بالطريق عم بيضله، عم بيصلحوه من برا، يعني بيتزفت بيترقع الجوار، بنعمل له حيطان من هون ومن هون، حيطان عاملين ديزاين سبيسيال لملف البنك الدولي، بيلبسوه حجار عندك منهم ببسكنتا ببسكنتا بس بزغرين كذا. انه هي المشروع هو كل مشكلتنا نحن بالسلامة المرورية، يصير نزيح الطريق. يا ريت يخلونا الصور هوتا انا بدنا نحكي عنه. هودي بسر جبال، هاي بسر جبال مظبوط. بس خليني بس القط بس كلمتين بعد عن مشروع البنك الدولي، انه مش بس المهم يعمر لي حيط ولبسه حجر، وعلى طريق بين تنورين وحدد الجبه الحجار عم يوقعوا، لانه بالعربي مشبرح بزلي ولزي، مش هيك بيصير الشغل. لا الاكثر يلي انا لاحظته ما في انيات، الرجاريت المي مش حاطين رجاريت للرجاريت الحديد، مشروع بس حاطين في مطارح نحط شقفه حيط علوها 70 سم بس هيك عليمي، وفي مطارح يعني بالزغرين مثلا المجرور هلا فايت على بيوت الناس لانه قطع ما عملوا له هيدا. اذا بينحكى مع المتعد تقول انا مش شغلتي كان المجروح، انا شغلتي فقط الطريق. هي الطريق تكحيل الطريق نزيحه بزيوح مقطشه ومدري شو، نكتب 50 كيلومتر و60 كيلومتر ونحط لهم دويره، هيدا هو الشغل المطلوب. وهلا معلش. اذا يعني المنطقه اللي عم بحكي عنها زغرين ما فيها بلديه، فيها قائم مقام. هلا اذا القائم مقام اذا بدها تروح تعمل كشف اسعار، لانه بحسب قانون الشراء العام اي شيء بدهم يعملوه البلديات. لا انت هلا بدك تشوفي مراقب العام. طيب مراقب المالي واصله، المراقب واصله للمراقب المالي، بتشتغل ليل نهار، بتلفن لي الساعه 10 بالليل بنروح بنكشف على شغله يعني ما بيصدق. أخلت بالبوشريه وطلعت على الفنار أكيد. وعم تهتم بدبي وطلعت على الزغرين، ولكن اليوم بدها هي تروح تعمل كشف اسعار، لانه هيدي قانون هيئه الاشراف شراء العام. هي بدعه البدع. هي بدعة البدع. بعدين أكثر من هيك، إذا ما مضي المراقب المالي
ما فيها تعمل شيء. صحيح. وطيمضي المراقب المالي مش عم بحكي بس عن المتن، عم بحكي وين ما كان. المتعهدين صاروا مخصصين بالمناطق، انا هون ما بفوت على هيدي المنطقه لانه هيدي منطقتي، وانت ما بتفوت على هاي المنطقه لانه هيدي منطقتك، واي مراقب مالي اليوم ما هيك عملوا طبعا، ما بيمضي ما بيمضي غير ما يطلع له بورسنتاج. نعم بدنا بورسنتاج. شو هالكلام هيدا؟ عندهم قصور. وبعدين وبعدين نرجع بنقول للعالم يا عمي انتبهوا على الطريق، انتبهوا من تربه، انتبهوا من انشل. لا انا خليني ارجع ضوي بكل الخبريه اللي بدي خبرك عن قصه البنك الدولي بورشه العمل بنقابه المهندسين، هي التالي. فاجئونا لانه هن خبراء انترناسيونال، وهول 200 مليون دولار في منهم 40% 40% من ال 200 مليون يعني 80 مليون دولار هودي مش لنعمل فيهم اضطرارات، هودي للمهندسين للمستشارين الدوليين اللي بده يجي يعملوا اوديت تنشوف كيف عم بصرفوا للغدوات وتيطيروا ويجوا يروحوا وتحت الشغيل يلبس الجيلات صفرة ويحط كاسك ونحط هودي الوحدات على الطريق ونزيح. اللي بدي اقوله فاجئوني برقم ب الانفستيغاسيون تبعهم، طلع وزاره الاشغال تصرف كانت تصرف 150 مليون دولار لصيانه الطرقات. هيدا رقم مش انا جايبه، هن قالوا لنا اياه وعندي المحاضرات اللي قالوا فيها هاي الارقام. اذا كانت الدوله اللبنانيه عم تصرف 150 مليون دولار، حق شو كانت عم تصرفهم على 20 سنه 3 مليار دولار؟ حق شو كان؟ مين رح يحسبهم؟ مين كان عم يدفعهم؟ ولا مين عم يدفعهم وحق شو؟ وتنوصل هلا نلاقي صندوق التفاح مهتريه مثلا يعني. انا عندنا بريك ومن بعده بنكمل معه. منتابع الحل عنا عبر الـ MTV مع المهندس الاستشاري المدني راشد سركيس. يعني بهالبريكم اجينا اتصال، يعني ناس عم تشكي انه عم يتزفت على المي، وناس عم تشكي انه كيف هالتربة عم تنزحل وكله واقف عم يتفرج. اذا بدك استاذ راشد خنشوف بالصور شوي، لانه هيدي المناطق يلي زرتها حتى نلاقي حلول. بالنسبه لك هيدا اولا سرج جبال، انا عندي شغله كثير كارثيه بمنطقه سرج جبال. هيدا نحن ما رحنا نشوف هيدا، بس نحن عم بتطلع على غير اشياء، شفت انه هيدا الحائط اللي بيمتد مبين على اقصى اليسار اول الحائط ومبين على اقصى اليمين طرف الحائط، يعني هي شقف البنات كان في حائط جرفته المي ونازله اخذته معه، يعني بدهم بسرعه يقلبوا لنا صور اذا بدنا نشرح بسرعه. يلا وهون هيدي الكارثه الكبيره، هيدي طريق سرج جبال طريق العام تبع شوف. هون عم مفرق ضيعة سرجبال والوديه، هي من تحت نزلنا قلت لهم بدي انزل من تحت، في طريق قال في طريق انه بدنا ننزل، نزلنا بهي الطريق. هلا بنشوف بعدين صور كيف كانت الطريق، بس هيدي الشقفه اللي كنا عم نشوفها هلا هي التدعيمات اللي انعملوا من سنتين ثلاثه، انعمل شغل كتير كبير بهي المنطقه، بس للاسف في قصر مي هون بيجيب مي الشتاء. قالوا لي شباب بس تكون دفء الكبير بكب على بعد شي 10 متر قص كل هاي المنطقة. وهون حسب دكتور زعطيتي في كسر أرضي، بتتغير طبيعة الأرض بين الشقفة الفوقانية والشقفة التحتانية. هاي كل الدنيا انهارت. هيدي صورة سابقة ماني عارف مطرحها وين، بس هيدي كفرتي، هيدي من جمعتين، هيدي هيك كفرتي أول ما بلشت بكفرتي. ما بعرف ماني ما عندي ريفرنس وين، بس حبيت حطها تقول ليك شو عم بيصير. ليك إذا بتطلع على الزفت تلاقيه قاعد على التراب، يعني ما في قاعدة للطريق. مزبوط. اللي بدي اقوله هيدي صوره كتير مهمه نوقف عندها. هودي البطون التحت، هودي كانوا فوق على سويه الطريق ونزلوا قشطه بين 15 20 متر، عامل الشيت نزول وبذات الوقت زي حشي 15 20 متر، يعني لا سمح الله لو كان قاطع لو كان في حدا هونيك واحد او شيء كان نزل لا هونيك برات الطريق، هي كله برات الطريق. بس هيدي البطون كان مصطبه واحد عمله وعامل اوضه، يعني لو كان هونيك الزلمه ما بعرف شو كان صار. هيدي صوره من زاويه اخرى، بس مش هيدي اللي بتهمني. انا بدي اوصل لصوره يلي بتبين هيدي صورنا تنقول نحن كنا على هيدي النقطه على مفرق الوديه، واذا بنكفي على هي يعني منطقه سرج جبال دميت. هاي المنطقه كان فيها مقلع صخور بفتره سابقه، حدا نصحهم يمكن دكتور زعطيتي قال لهم لازم يردموا، وجابوا شويه ردم وردموا تيسندوا شويه الطبيعه الصخور اللي قايله للسقوط. اذا بتشوفي على العالي في صخور عم بتبين لونها بني يلي هي مشالقه، هيدي من مطرح تاني ببين قديش كبر المقلع. لما كنا احنا نحارب المقالع والكسلات ما كنا عم نتسلى، كنا عم نحكي بشي جدي. هون بتبين نتائجهم، ثمار المقالع والكسلات الفوضويه اللي ما بيأهلوها الناس بس يسكروها،
بتعمل هالشيء، هيدي بقلب الضيعة على ظهر الطريق الرئيسي. من أشياء أنه النازلة وقبالة مفلوحة الأرض، لكن كيف المي خرقتها؟ يعني خبرونا هونيك أنه بس تمشي المي بتمشي بسمكات يعني مرعبة، يعني 20-30 سنتي المي جيدة. فيها نقول ممنوع تكون أساطر الأمطار ولا الأساطر مياه الشرب تكون، يعني لازم تكون بأماكن يعني مدروسة مادة، مش كيف ما كان. لازم نطلع على طبيعة الأرض، نطلع على طبيعة الأرض وما نخلي المي تتراكم. هون في مثل امبارح كنا عم ندردش نحن وساعات محافظ جبل لبنان، فقام بيقول لي مثل واحد جايب سطل ودلق الميات. قلت له لحظة جبت لي اللي انا عامل له الفورمول. في نحن عادة معودين المي بتشتي رش بالمرشة، بس يجي السطل بغير كل المعاني، فالمرشة شيء والسطل شيء. عشية أنا عم دردش أنا ودكتور زعطيت عم نعالج بعض الأمور ونقيمها، قلت له لازم لما بيجي بدل ما تجي المرشة ترش المي ونجي تجي تنرش بالسطل، خلينا نحن بس نعالج نشيل السطل نحوله لمرشة. يعني لازم نعمل ديفوزيون، نخلي المي تصير تتوزع بطريقة مبعثرة حتى ما تكون مركزة. إذا تركزت المي بمطرح واحد خربت الدنيا. يعني مثل ما صاير بكفرتاي. مشان هيك بكفرتاي حطيت أنا ملاحظة بس حكي رئيس البلدية إنه افترضي قطعنا المشكلة ووزعنا المي اللي طبع الشتاء وريحنا القصة. بس هي مي شرب لمنطقة رايحة بأسرة الزراعي. آخر شيء بيطلع لي إنه عندي المي الشرب تكون هي بتعمل لي كونسنتراسيون لمي مركزة فرد مطرح، هي ترجع هي تخرب لي الدنيا كلها سوا. ما بيصير هذا الحكي. بعدين مش ضروري المي النرويج الزراعي يكون ما بيتحمل ضغط، بس على طول بالمطارح اللي ممكن يتعرض لضغط كبير في شيء اسمه ريدكتور دو بريسيون. في مطرح منعوز نزيد الضغط، في مطارح منعوز نخفف الضغط. فإذا عنده ارتفاعات عالية وضغط كميات مي كبيرة بيقدر يحط له سكر معين بخففه بأول موسم الشتاء، بخففه بضل كل موسم الشتاء مخفف. الأساطير بتتحمل يعني الضغط يعني مش هيك بيشتغل الشغل. دكتور سركيس، مثل كأنه هذا البلد هو بلد السمسرات والرش، يعني للأسف الشديد عم نحط أموال ولكن عم بتكون في ناس بينبسطوا يطلع عطل لأن بيرجعوا بيصلحوا بيقبضوا عليه فاتورة. إيه بس هلأ تنقول يوم أنا سمعت شو قاير وزير الأشغال العامة بحكومة تصريف الأعمال علي حميد عم بيقول انه نحن قلنا 5 سنين بصيانة وعطى قديش رقم الموازنة 2024 وعطى قديش الكلفة، عالي كتير منيح انا معه، بس اليوم اذا لزم ايام تعهد يا حيتلزم. لحظة كمين. هاي الارقام ما انا ما بقبل فيها هاي الارقام. تاني شيء، مين قال صيانة؟ شو يعني صيانة؟ مين قال صيانة بتكلف ملايين دولار؟ عندنا مشكلة بلبنان وبالموازنة وطلبناه بعدة مرات لعدة وزراء الأشغال. في عندنا بند بالموازنة دامجين التأهيل والصيانة. بيروحوا بيصرفوا مصريات على الصيانة وما حدا بيعمل تأهيل. الطرقات بدها تأهيل ما بدها صيانة. بأساسها في غلط. طيب بدنا نروح نصلح الأساس. بعدين مين قال التراجي؟ إنه أنا اليوم بقول أنا مرة عامل خطة شرحتها مع بعض المهندسين جنوا علي، قلت له تعالوا نجرف كل لبنان ونعمل مظبوط ديزاين، طرقات وين مظبوط بتكون مطرحها مظبوط، نعمل وين بقلب المدن نرسم المدن مظبوط. بيروت مدينة؟ حدا يبرهن لأنه بيروت مدينة؟ نفق المطار. بيروت منا مدينة، بيروت ضيعة كبيرة فوضوية مليانة مشاكل. تنعمل مظبوط بلد وعامل أنا انفراستركتور كاملة بدنا 10 مليارات حتى دولار. اليوم ببيروت لحظة خليني أكمل الفكرة. ست ربيك، أنا بعمل لك انفراستركتور كاملة للبنان ب10 مليارات دولار، برجع بعمل بنا تحتية مظبوطة، لا أسطر بينكسر ولا هيدا بيطلع فوق مدري شو، لا بتخفص الطريق ولا شيء، لأن بحط الطريق مطرح اللي لازم تكون وبحط الشغلة مطرح ما لازم تكون وخلصنا بقى. واللي بده مصاري بشله مليار دولار هدية ياخدهم يحل عنا يتركنا نشتغل مظبوط. اليوم مثلا منكم تكلفنا 11 مليار بس بالآخر ما منكم دفعنا 100 مليار وكل يوم واحد بينبت لنا خبرية طلعت من هون وطلعت من هون. هذا الزلمة يخبرنا انه عم بيزفتوا بالبترون على الماء بهذا مشروع البنك الدولي وبيخبروني انه صرفوا 1% من ال 200 مليون لموظفين مجلس الأعمار. شو يعملوا تيغطوا هول الاخبار انه عم يتعبوا كتير؟ شغلة تاني اليوم ببناية شفيق طوق بحد الحكمة عم بيقولوا انه بناية اليوم هي مهددة لانه كلها مي وقالن كذا وقت بيروحوا على بلدية بيروت بيقولوا ما بنقدر نعمل لكم شيء. البلدية مش شغلتها هلا بدهم يخلوا. معلش خلينا كمان طيب هون الناس هون مين بيخلوا على حساب مين؟ ست ربيكا، واضح القانون، وقانون 646 2004 قانون البنى
بقانون البناء حط مادة اسمها 18 وأنا عززتها وكرمتها حطيتها طبعتها بورقة بعت لي اياها مرة وعملت عنا إنذار يعني. وهلأ متبني محافظ بيروت تبنى الإنذار وفي كذا بلدية تبنتهم وبارح كنا باجتماع مع محافظ جبل لبنان قال لي بدنا نمشي فيه لهذا الإنذار. إنذار بيقول بيرشد الناس شو لازم يعملوا تما يقولوا انه نحن مش عم نساعدهم بس هن مسؤولين عن مبينيهم. مادة 18 مسؤول عن متانة وسلامة البنا هو صاحبه اوكي ما حدا تاني. البلدية بتجي لان هي بتحافظ على السلام العام بتقول له حبيبي بنايتك منا ايه مني روح فيلم منا ما حدا عم بيفيلم من البناية هو مسؤول عن بنايته هو برجع لك بالحديث فشخة لورا بردو خليني ما بقى تسأليني بليز خليني انا وصل إيه. مثل ما بعمل ميكانيك للسيارة بدي اجبر لما بعمل وزاره لملكيه العقاريه او اذا في حدا مالك العقارات يتفضل يعمل لي معاينه انا بدي اروح اعمل له معاينه اذا طريقه سيفت ولا لا ويروح يعمل له اسيرانس بس الناس تكسر حالها وتموت هو مسؤول يعوض عليهم مثل البنايات يروحوا الناس يتفضلوا يعملوا معاينه لبناياتهم. انا من وقت زلزال يلي بعد جمعتين من عيده السنه مش عيد يعني نذكره من وقتها لهلا ما تنسى تفجير مرفأ بيروت سنة. لا عم بحكي عن الزلزال بحد ذاته لان الزلزال غير الانفجار المرفأ. انفجار المرفأ عمل ويفز هداك بيعمل زلزال بتهز الارض. مباني بيروت مرعبه. انا قلت لهم على الاعلام على الهوى يعني انه انا مستعد روح اكشف على مين ما بده بهول القصص ونحن حطينا الجمعيه اللبنانيه لتخفيف اثار الزلزال بتصرف الناس واشتغلنا كل شيء شغل ودرنا عمليات بيروت وساعدناهم بالخط الاحمر الساخن تنوصلون انه خي ما تعتلوا هم انه في كلفه على هالشغله على القليل نقلكم شو لازم تعملوا ما حدا عمل شيء فالناس مسؤوله عن مبانيها. انا بدي اشكر حضورك معنا اليوم لكل هالمعلومات القيمه واللي بتمني دائما نحن لما الاعلام بنضوي على واقع مثل ما قلت هذا الشيء مبين على المسؤولين يتلقفوها بجديه خلصنا بقى سمسرات وزبائنيه ويستعينوا بالناس الاخصائيين أكيد. يلي بيقولوا الحقيقه مش يعملوا فواتير 100% يعني اذا بدي خبرك راحوا ردموا الحفريه بالجامعه اللبنانيه وردمين نص الردميه خي اذا مزبوط بالفنار اذا مزبوط هي تتعمل امان ما عملت الامان صرفت مصاري عم بكبوا مليون دولار صحيح على بكره بس نشيلهم ندفع مليون دولار تاني مزبوط. كيف هالحكي مزبوط نلتقى نهار الاثنين بتمنى لكم هيك اسبوع مريح دافية وبالسلامة إن شاء الله.